أهلا بكم في الصفحة الأولى، وهي جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز العناوين. واشنطن بوست تتساءل، هل يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى جيش خاص في أفغانستان؟ هل يثير تغير المناخ أزمة مالية عالمية؟ وهو سؤال تبحث عن إجابته The Economist. موقع أحوال التركي ينتقد السياسة الخارجية لحكومة أردوغان ويتهمها بإثارة الاضطرابات. حظي التوجه الأوروبي إلى تشكيل قوة عسكرية لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان باهتمام الصحف العالمية. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان هل الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى جيش خاص؟ الانسحاب من أفغانستان يحيي جدلاً قديماً. قالت الصحيفة إن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان دفع الدول الأوروبية إلى تجديد النقاش المستمر منذ عقود داخل التكتل الأوروبي والمؤلف من 27 دولة بشأن إنشاء جيش خاص به. أشارت الصحيفة إلى وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول تشكيل جيش أوروبي موحد، خاصة من بين دول البلطيق، والتي من المرجح أن ترفض دعم قوة مشتركة جديدة. وقالت الصحيفة إن أحد العوائق الرئيسية أمام تشكيل قوة عسكرية أوروبية مشتركة يتمثل في اشتراط أن تتخذ الدول الأعضاء قرارات ذات الصلة بالإجماع، ما قد يؤدي إلى توقف عملية صنع القرار داخل التكتل الأوروبي. كما طرحت الصحيفة تساؤلاً هو من سيدفع تكلفة إنشاء هذه القوة؟ مضيفة أنه على الرغم من تخصيص الاتحاد الأوروبي أكثر من 9 مليارات دولار حتى عام 2027، فإن تشكيل القوى العسكرية المشتركة يحتاج من دول الأعضاء للمزيد من الإنفاق. ينضم إلينا من مدينة بون بألمانيا جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. سيد جاسم، يعني هنا التساؤل الذي طرحته واشنطن بوست حول احتياج الاتحاد الأوروبي إلى تكوين قوة عسكرية خاصة أو جيش خاص، برأيك لماذا تهتم الصحيفة الأمريكية بهذا الأمر، وهل بالفعل تشكيل جيش خاص بالاتحاد الأوروبي مهم؟ مشروع إقامة جيش أوروبي هي كانت موجودة منذ عام 2015 و2017، وكانت ربما هنغاريا وكذلك تشيك هي وراء هذه الفكرة من عام 2017. ازدادت ربما حاجة دول أوروبا يعني إلى إيجاد جيش موحد، خاصة في أعقاب يعني ظهور نزاعات إقليمية من ضمنها ليبيا، كذلك سوريا، التوترات في الخليج العربي، وكذلك الآن في أفغانستان. أدركت دول الاتحاد الأوروبي وخاصة المفوضية الأوروبية بأنها تحتاج إلى قوة عسكرية، ووجدت بأن القرار السياسي سوف يكون ضعيف إلى الاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود قوة داعمة عسكرية على الأرض. لذلك كان هنالك مشروع إنشاء مشروع أوروبي يعني من 5000، ممكن وصفها بالتدخل السريع، لكن هنالك معوقات ومعضلات أيضا في تأسيس هذا الجيش. ما هي المعوقات؟ يعني الصحيفة هنا أشارت إلى اعتراض بعض الدول داخل الاتحاد من خلال الفكرة القديمة، وأشارت أيضا إلى مسألة التمويل. هل تعجز الدول الأوروبية في حال الاقتناع بالفكرة عن إيجاد التمويل لهذا الجيش؟ في الاتحاد الأوروبي هنالك صندوق الدفاع المشترك. هذا الصندوق هو يقوم بصراحة في الغالب هو في سبيل دعم أي أبحاث تعزز الأمن الأوروبي، خاصة الأمن على مستوى يعني الفضاء وأمن بري والبحري. هذا الصندوق موجود لكن هو مخصص للدفاع. المشكلة التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي عديدة بصراحة، ولذلك هو من المستحيل ربما أن يكون هنالك جيش أوروبي، أو ربما من الصعوبة. أبرز هذه الصعوبات أنه الإنفاق. تعتبر ألمانيا هي الدولة التي ربما تنفق أكثر من غيرها في داخل الاتحاد في موضوعات الأمن والدفاع. كذلك هناك اختلاف في الأولويات، هناك اختلاف في الأولويات. يعني دول أوروبا هي 27، ربما اتفقت 12 دولة فقط على تأسيس هذا
الجيش الموحد الأولويات تختلف. على سبيل المثال ألمانيا رفضت الاشتراك في دول الساحل الأفريقي، بينما فرنسا تجد نفسها بأنها من الضرورة اشتراك دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في مناطق أخرى. عدم الثقة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة لو تحدثنا عن الدول الشرقية ودول البلطيق، لا تثق في دول أوروبا الغربية والعكس أيضا. هناك جملة تحديات إلى هذا الجيش. أما إذا تحدثنا من ناحية فنية أيضا، أن تكون هنالك 12 دولة 14 دولة من بين 27 دولة، هنالك فلسفة في الدفاع، كيفية تكامل هذه الوحدات العسكرية في التسلح في التدريب. إذا هذه أيضا مشكلة فنية، مشكلة القيادة أيضا، من يقود هذه القيادة. فإذا جملة معوقات، ومهما كان هذا الجيش بصراحة هو لا يرتقي إلى الناتو. نعم، ربما كان هذا هو التساؤل، لماذا لا يتم الاعتماد على الناتو، أو ما هو الفارق بين هذا الجيش والناتو؟ طيب، يعني هل برأيك الحاجة ملحة؟ يعني لماذا أبرزت الصحيفة أو ربطت ما بين الانسحاب الأمريكي والاحتياج لتكوين الجيش؟ هل بالفعل الحاجة ملحة لتكوين هذا الجيش في أعقاب الانسحاب الأمريكي؟ دول أوروبا فقدت الثقة في مشاركاتها العسكرية مع الولايات المتحدة، ولاحظنا أنه ما حدث في أفغانستان، وهذا يجعل دول أوروبا في موقف ضعيف. لذلك هم اعترفوا في أنه ضرورة وجود قوة عسكرية. دول الاتحاد الأوروبي ظهرت ضعفة عسكريا بعد الانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكسيت. ربما فرنسا هي الدولة الداعمة إلى القوة العسكرية والدفاعية والتي تتميز عن بقية دول أوروبا. فإذا جملة معطيات تجعل دول الاتحاد الأوروبي أن يكون لها داعم إلى القرار السياسي. تشعر دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بالضعف كثيرا بسبب غياب جيش موحد أو قوة عسكرية على الأقل لدعم القرار السياسي. هذا هو ما تريده دول أوروبا. يعني دول أوروبا تريد أن تلعب دور إقليمي ودولي في النزاعات أكثر من السابق. هذه هي الطموحات الأوروبية، ربما بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لما أشرت أو ألمحت إليه. سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك. منذ سقوط كابول في يد طالبان، توالى توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت الأمر في تقرير تحت عنوان الفساد في أفغانستان صنع في الولايات المتحدة. قالت المجلة إن الفساد والرشاوى استشريا في أفغانستان على مدار سنوات تحت أعين الولايات المتحدة، حتى وصل إلى كل أركان الدولة، فيما كان المواطنون الأفغان يخشون الإبلاغ عن هذا الفساد خوفاً من التعرض للسجن. نقلت المجلة عن مصادر قولها إن إجمالي الرشاوى التي اضطر الأفغان إلى دفعها بلغت سنوياً ما بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار، وهو ما يعادل 13% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأضافت المجلة أن المسؤولين الأمريكيين عقب اجتياح طالبان لكابول أعربوا عن أسفهم لأن القوات الأفغانية فشلت في مقاومة طالبان. وتساءلت المجلة كيف يمكن للأفغان المخاطرة بحياتهم دفاعاً عن حكومة أساءت إليهم على مدى عقود بإذن من واشنطن. كما تساءلت المجلة عن سبب عدم تبني الولايات المتحدة نهجاً مختلفاً يتمثل في المعارضة بحزم للحكومات الأفغانية الفاسدة، مشيرة إلى أنه كان يتعين على الولايات المتحدة اشتراط نزاهة المسؤولين الأفغان الذين يتلقون الدعم الأمريكي. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به في تطورات الملف الأفغاني. البايس الإسبانية تنشر مقالا بعنوان سقوط كابول يجبر الاتحاد الأوروبي على الكشف عن مشروع كتيبة الرد السريع. فورين بوليسي تقول إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أجلت سرا معظم جواسيسها من أفغانستان. وول ستريت جورنال تؤكد أن الولايات المتحدة تستأنف تمويل جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان. بروكسل تايمز تنقل عن وزيرة الخارجية البلجيكية أن التشاور مع طالبان أمر لا مفر منه إذا كانت بلجيكا تريد إجلاء مواطنيها من أفغانستان بأمان.
من فوضى كابول إلى بيراك سورمير، ملاذ غير متوقع ل 88 لاجئا أفغانيا. لو فيجارو توضح كيف ساعد سكان مدينة فرنسية ساحلية بعض اللاجئين الأفغان. سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على تداعيات ظاهرة التغير المناخي، خاصة عقب الأمطار والفيضانات التي ضربت أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا. صحيفة The Economist تناولت التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة في تقرير تحت عنوان هل يثير تغير المناخ أزمة مالية؟ قالت الصحيفة إن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ومسؤولين أمريكيين قد حذروا منذ سنوات من التهديد الذي تشكله ظاهرة التغير المناخي على استقرار النظام المالي في أوروبا والولايات المتحدة. وقدرت الصحيفة ارتفاع الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ من 214 مليار دولار في ثمانينيات القرن الماضي إلى 1.62 تريليون دولار في 2010. أضافت الصحيفة البريطانية أن تأثير ظاهرة التغير المناخي على النظام المالي قد يكون من خلال طرق تعرف بمخاطر التحول والتي تتعلق بتكلفة اتباع الحكومات سياسات مناخية أكثر صرامة وتوجه رأس المال باتجاه قطاعات نظيفة. وشددت الصحيفة على ضرورة إعطاء الشركات الوقت للتكيف مع سياسات التحول المناخي حتى لا يتسبب الأمر في خسائر فادحة، محذرة من إمكانية أن يؤدي وقف الاستثمار في القطاعات الملوثة للبيئة إلى عجز الشركات العاملة في هذه القطاعات مثل شركات النفط عن سداد القروض، ما قد يتسبب في انهيارها. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد ونتابع فيها بعض الفاصل. تشاينا ديلي تنقل عن خبير أن التقرير الأمريكي بشأن منشأ كورونا يسبب فيروساً سياسياً. الخبر. أكدت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين عدم شرعية هذه الانتخابات. الرأي. بعد سنوات من نشر العديد من عمليات مكافحة الإرهاب لم تقترب القارة من هزيمة التطرف أو حتى احتوائه. وجهة النظر. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الأخير. يحلقون في مدارات مختلفة. إيران انتقت مئات المقاتلين الموثوق بهم من بين كوادر الميليشيات الحليفة لها في العراق. مجتمعة تكشف لنا عن الحقيقة. بعد نحو 20 عاماً بدأت الولايات المتحدة عملية سحب جنودها من الأراضي الأفغانية. ووحدها الحقيقة تصنع الفارق. يعني هذا المشهد إلى أين يمكن أن يودي بإسرائيل؟ مدار الخد. الخبر واتجاهاته. أهلا بكم من جديد. تحولات تشهدها السياسة الخارجية لتركيا بدءا من التقارب مع دول إقليمية وحتى الانخراط مؤخرا في الأزمة في أفغانستان. موقع أحوال التركي تناول هذه التحولات في تقرير تحت عنوان العقدة المستعصية في السياسة الخارجية التركية. وقال الموقع إن المراقبين للسياسة الخارجية التركية قد يستعصي عليهم تفسير التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية جعل السياسة الخارجية التركية بمثابة عقدة مستعصية يصعب فهمها. أضاف الموقع أن تركيا تلهث في الوقت الحالي من أجل تحسين علاقاتها مع مصر والإمارات والسعودية في تطور كبير لسياسة تركيا الخارجية. وأشار موقع أحوال إلى أن المعارضة باتت لا تفهم السياسة الخارجية لتركيا، فيما يستمر الحزب الحاكم في التمسك بالعقدة المستعصية التي لا يفهمها سوى الرئيس رجب طيب أردوغان ولا أحد غيره. وقال الموقع إن هناك وهماً لدى الحكومة وصانع القرار بأن تركيا باتت لاعباً دولياً في السنوات الأخيرة، بينما هي في الواقع تشيع الفوضى أينما حلت. ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي هشام جونايد. سيد هشام، يعني موقع أحوال التركية يتهم السياسة الخارجية التركية بإثارة الفوضى أينما حلت، برأيك ما هي وجاهة هذا الاتهام؟
يعني السياسة الخارجية التركية قائمة على معادلة بسيطة، وهي دعم الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم العربي والدول الإسلامية. هذه السياسة ربما تجعل هذه الدول تنجر إلى صراعات داخلية من شأنها أن تفضي ب يعني حتى مواجهات سياسية حادة بين الحكومات والأحزاب ذات هذا التوجه. لذلك أعتقد بأن هنا صحيفة أحوال يعني أرادت الإشارة إلى هذا الاتجاه، أي دعم هذه التوجهات ذات الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية أينما كانت، حتى لو كان الموضوع حقيقة ضد مصلحة البلاد. ف يعني توجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي أو المحافظ يجعله يفضل ربما تقاربه مع هذه الأحزاب على حساب يعني مصلحة البلاد بشكل عام، ورأينا ذلك التوجه في الكثير من الدول العربية ومنها طبعا ليبيا ومصر وباقي الدول التي تركيا يعني تلعب دورا فعالا في يعني دعم هذه الأحزاب. لكن المعارضة حقيقة هنا أريد التنويه أن يعني المعارضة التركية لا تلعب الدور المرجو منها، فهي تنجر دائما وراء الخطاب الشعبوي للحكومة وتدعم تحركات الحكومة سواء كانت في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في باقي المناطق. فالحكومة دائما من خلال أدوات الضغط النفسي والسياسي يعني تستطيع جر المعارضة وراها وتحصل على دعمها في البرلمان. ذلك أيضا ربما موضوعا يجب أن نناقشه، لأن المعارضة المطلوب منها أن تقدم البديل لهذه السياسات الخارجية، لكنها بعيدة كل البعد عن تقديم أي وجهة نظر أو أي طرح أو أي شيء ممكن يجعل الحكومة تغير سيد هشام. يعني المعارضة وصفت السياسة الخارجية بالعقدة المستعصية، ألا يفك من بعض ألغاز هذه العقدة التوجه الأخير من تركيا بإقامة علاقات أو بتحسين علاقات مع دول نصبتها العداء لسنوات؟ مثلا مثل أي دول؟ مثل مصر والإمارات والسعودية كما أشار الموقع. تمام. يعني هو في الحقيقة هناك بوادر يعني تحسين للعلاقات مع هذه الدول، لأن فعلا المصلحة الخارجية التركية تقتضي بإقامة علاقات مع مصر لا سيما والسعودية، لأن فعلا هناك يعني موقع استراتيجي لمصر، ثقلها في العالم العربي. كل هذه الأمور تجعل مصلحة تركيا كبيرة مع هذه الدولة، كما أيضا السعودية. يعني الانقطاع مع هذه بالعلاقات مع هذه الدول أدى بالكثير من الخسائر في الاقتصاد وأيضا في التأثير السياسي لتركيا في الخارج. يعني لذلك أعتقد بأن يعني هذه البوادر التي أبدتها العدالة والتنمية مع بداية هذا العام نرى بأنها أيضا تتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة، ونرى بعض التحركات التي لا تصب في صالح تقريب وجهات النظر مع هذه الدول. لذلك في بعض الأحيان تكون الأحداث المتتالية لا سيما طبعا في الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق هي التي تجعل موقف تركيا ربما يتغير من هذه الدول المحورية التي نعتبرها حقيقة. طيب يعني والتي كانت تتحسن في ضوء هذا التقارب مع هذه الدول، يعني في ضوء التقارب مع هذه الدول، هل يمكن وصف الأمر بأنه مجرد تقارب مع دول محورية أم أنه تصحيح مسار قد يستتبعه تقليص التدخل في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا ومؤخرا الإشارة إلى تدخل تركي في أفغانستان؟ شوفي مثل ما قلت لك، يعني بالنسبة للتدخل الخارجي فهو دائما يأتي بتأييد من المعارضة. لا يوجد قوة داخلية تركية
يعني تجبر الحكومة في تغيير أو كما توصفته يعني تصحيح المسار في الوقت الراهن. لا أظن بأن سيكون هناك تغيير جذري في هذه العلاقات، لكن مع اقتراب ربما الانتخابات في الداخل سنرى ربما تغييرات كبيرة، ليس فقط في السياسات الداخلية بل أيضا سيكون هناك تغييرات بالسياسة الخارجية للعدالة والتنمية. لذلك أعتقد بأن التغيير في السياسة الخارجية نعم هو يعني تحقيق مصالح وتحقيق تقارب مع هذه الدول المحورية، ولكن لا أظن بأنه سيعود إلى سابق عهده لا سيما في الفترة القريبة. إذن الكاتب والباحث السياسي هشام جوناي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. اهتمت الصحف العالمية بالجدل حيال القوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا. صحيفة موسكو تايمز تناولت الأمر في تقرير تحت عنوان روسيا تصنف 4 وسائل إعلام مستقلة أخرى كعملاء أجانب. وقالت الصحيفة إن الإجراء يأتي بموجب قانون يسمح للحكومة الروسية بتسجيل أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل على أراضيها على أنها وكيل لجهة أجنبية. وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة انتقدت الخطوة واعتبرتها تأتي في إطار توسيع قمع السلطات الروسية لوسائل الإعلام المستقلة، خاصة أن وسائل الإعلام الأربع تم إنشاؤها من قبل صحفيين روس وليسوا أجانب. أضافت الصحيفة أن جهاز الرقابة على الاتصالات في روسيا قام أيضاً بحجب شبكات افتراضية منتشرة في البلاد بسبب تشجيعها أنشطة غير مشروعة. وقالت الصحيفة إن القرار يأتي عقب حجب السلطات مواقع مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، ومع اقتراب استحقاقه للانتخابات التشريعية في سبتمبر الجاري. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. بحسب بوليتيكو، بايدن يوقع على أمر تنفيذي لرفع السرية عن وثائق 11 من سبتمبر. در شبيغل الألمانية تقول إن أولاف شتولترز يسعى إلى خلافة ميركل عبر تقليدها. كوميرسانت الروسية تنقل عن رئيس شركة نفط وغاز أن مشغل خط نورد ستريم 2 لن يتمكن من إثبات الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي. تحت عنوان إلزامية التطعيم تأييد ماريو دراغي، صحيفة أوبنييه الإيطالية تتناول تصريحات رئيس الوزراء الذي أيد إلزامية التطعيم وأعطى جرعة ثالثة من اللقاحات. واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أن الجرعات التعزيزية ستقتصر في البداية على من تلقوا لقاح فايزر. تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين حيال منشأ فيروس كورونا تناولته صحيفة تشاينا ديلي، التي ركزت على أحدث حلقة من السجال بين الأمريكيين والصينيين في تقرير تحت عنوان خبير نيجيري يقول إن تقرير واشنطن عن منشأ كورونا ينتج فيروسا سياسيا. نقلت الصحيفة عن خبير نيجيري يعمل كمدير لمركز الدراسات الصينية ومقره أبوجا قوله إن قضية تتبع منشأ الفيروس لها أهمية خاصة من أجل محاربة وباء كورونا في أنحاء العالم. وقال الباحث إنه لا يمكن التقليل من شأن التحقيق في منشأ فيروس كورونا من خلال تلميحات سياسية هدفها الأساسي خدمة أغراض أيديولوجية. ودعت الصحيفة الرسمية الولايات المتحدة إلى التوقف عن محاولة تشويه سمعة الصين بدءا من تعاقب منشأ فيروس كورونا. أضافت الصحيفة إلى أن تسييس الولايات المتحدة لقضية تعاقب منشأ كوفيد 19 بات عبئا سياسيا ورثته إدارة الرئيس جو بايدن من سلفه ترامب الذي دأب على اتهام الصين بالتسبب في تفشي وباء كورونا. دفعت جائحة كورونا الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها وجاهزيتها للتصدي للأوبئة في المستقبل. وفي تقرير أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى خطة أعلنتها واشنطن في هذا الصدد تحت عنوان البيت الأبيض يطلب 65 مليار دولار لخطة أبولو لمواجهة الأوبئة في المستقبل. قالت الصحيفة إن البيت الأبيض يخوض مفاوضات كبيرة داخل الكونغرس لنيل الموافقة على خطة بقيمة 65.3 مليار دولار لتمويل استعدادات الولايات المتحدة للتصدي للأوبئة في المستقبل.
أضافت الصحيفة أن الخطة أطلق عليها اسم أبولو تشبيهاً برحلات أبولو لاستكشاف القمر والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي. وأشارت الصحيفة إلى تحذير خبراء الصحة في الولايات المتحدة من إهدار استغلال الدروس المستفادة من جائحة كورونا لرفع جاهزية البلاد لأي أوبئة في المستقبل. وقالت الصحيفة إنه سيتم تخصيص قرابة 24 مليار دولار لتطوير واختبار وتصنيع لقاحات جديدة، كما سيخصص قرابة 12 مليار دولار لتطوير العلاجات، وسيتم تخصيص مليارات الدولارات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر. نصل بذلك إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.